شو هو الإلهام؟ الإلهام هي عبارة عن طاقة موجودة في كل إنسان، بس نحول الطاقة هذه إلى طاقة مستفادة. بعد 14 سنة من التفكير والابتكارات اكتشفت أن أنا محتاج إلى توجيه. أول اختراع لي كان تصميم وتجميع سيارة صنعت في الإمارات. أهم شيء حصلت عليه بعد تصنيع السيارة وأطلاقها، أطلقوا علي اسم مخترع. السيارة كانت هي فقط بداية المشوار. في الحقيقة أنا أعيش الإبداع والابتكار من 18 سنة. دمجنا شغلتين اللي هي التراث بالابتكار مع التكنولوجيا، فأصبح عندنا روبوت يستخدم في سباقات الهجرة. إلهامي لأكون مبتكر، تحويل أفكاري كلها إلى واقع ملموس يخدم البشرية. الروبوت لسباقات الهجن كانت فكرة في سنة 2003. الفكرة هذه استبدلنا فيها شغلات كثيرة في الأساليب اللي كانوا يستخدمون فيها سباقات الهجن في الماضي. الجهاز اليوم يتكون طبعا من جهاز تحكم من بعد، من أبعد المسافات، مطور بطريقة أنه تقدر تعرف سرعة الجمل، تعرف موقع الجمل وين مكانه، درجات الحرارة الخارجية، كذا أوبشن في ريموت الكنترول للتحكم في الجهاز نفسه. هذا الجهاز جمعنا فيه كل الأوبشن اللي يحتاجونه في سباقات الهجن. طبعا سجلت عليه براءة اختراع. هذا الجهاز حصل على الميدالية الذهبية على مستوى العالم، وفاز في كذا مسابقة في مجلس التعاون على مستوى الشرق الأوسط. مقولة الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له قال: اللي ما له ماضي ما له حاضر. فالماضي هو التراث. إذا أنت قدرت أرخ التراث وتقدر تطور فيه وتسوي هايبرد مع التكنولوجيا اللي موجودة، هنا أنت حافظت على العادات وحافظت على تاريخ اللي أنت كنت تعيش فيه، ويقدر يثبت لك اختراعك هذا وين كان في الماضي وين في الحاضر. متى يسمى الاختراع اختراع؟ إذا بديت في حل مشكلة معينة. اليوم نشوف الهجين اللي موجود في السيارة، هو الفكرة من هذا الموضوع أن كيف نقدر نستخدم سيارات بعدد أكبر للتقليل من التلوث البيئي والتقليل من استخدام الفيول والاعتماد عليه. الابتكار هي عبارة عن ثقافة لازم تكون موجودة عند كل إنسان وفي كل بيت وعند كل شخص.